هاي عدد كبير من الألبسة اللي بنعرفها حصل على اسمه من أمكنة وأشخاص. الجينز مثلاً مصدره البحارة بمدينة جينوا الإيطالية يلي كانوا معروفين بالجينز وكانوا يلبسوا بناطلين من القطن. أما كلمة دنم فمصدرها قماش سيرج دنيم دنم المعروف بمنطقة نيم بجنوب فرنسا. تكسيدو حصلت على اسمها من تكسيدو بارك بنيويورك يلي كان خاص بالأغنية يلي كانوا يلبسوا بدلات. مخترع البيكيني لوي غيار سمى اختراعه بسبب جزيرة بيكيني يلي كانت تشهد تجارب نووية مكثفة، واعتقد غيار انه اختراعه رح يعمل انفجار مثل القنبلة النووية لهيك سميه بيكيني. ومن شروط هالقطعة انها تقدر تقطع بخرم خاتم. مين قال انه الميني جيب حصلت على اسمها بسبب السيارة المفضلة لمخترعتها ماري كوانت وهي ميني كوبر؟ انا قال بشوفكم بكره.